قال الإمام شهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغايات المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، وكنا قد قرأنا قبل ذلك شيئا من المجمل. قال أم بين أفراد حقيقة واحدة، يعني المجمل قد يكون بين حقائق أو بين أفراد حقيقة واحدة، فإما أن يكون مجملا بين حقائقه وإما أن يكون مجملا في أفراد حقيقة واحدة، لأن الأفراد لا ندري ما هو المراد منها، هل المراد منها واحدا بعينه أم أن المراد واحدا شائعا في جنسه. قال أم بين أفراد حقيقة واحدة، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة بقرة هي حقيقة فيما وضعت له، لكن هذه الحقيقة لها أفراد، هذه الأفراد ما المراد منها؟ هل المراد منها بقرة معينة أم أن المراد منها أي بقرة كانت؟ فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة، هذه الحقيقة الواحدة معلومة، معلوم ما هي؟ عارفين البقرة اللي مش عارفينها؟ تأكلونها أم لا؟ تأكلونها حية أم تأكلونها ميتة؟ أم تأكلونها مذكاة؟ مذكاة؟ أنتوا عايزين تأكلوها ميتة؟ هو يعني وصل بكم الحال إلى أنكم تشتهون اللحمة أيا كان تبقى مصيبة. فالبقرة حقيقتها معلومة، لفظ موضوع بإزاء حقيقة، هذه الحقيقة معلومة لكل أحد، لكن هذه الحقيقة لها أفراد، في بقرة صفراء غليظة، بقرة صفراء رفيعة، في بقرة ماليزي، في بقرة مصري، في بقرة جنوب أفريقي، في بقرة أنغوشي، في بقرة شيشاني، أنواع، لكن البقرة حقيقة واحدة لها أفراد متعددة. لكن ما المراد من هذه الأفراد؟ هل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة صغيرة أم بقرة كبيرة، بقرة متزوجة أم بقرة غير متزوجة؟ لكن المراد إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن ما هي هذه البقرة؟ ما شكلها وما، ولذلك هم بعد ذلك قالوا ما لونها وما شكلها وما وصفها وما وضعها؟ لماذا؟ لأنها بقرة لها يعني أفراد كثيرة، ولم يقم دليل على إرادة واحد من يعني هذه الحقيقة التي لها أفراد، فهذا نسميه مجمل بين أفراد حقيقة واحدة. ثم قال بعد ذلك أم بين مجازاته، إن كان له مجازات متعددة متساوية بالنسبة للمعنى الحقيقي. طيب عايز الكلام يحتاج إلى تقييد، يبقى أم بين مجازاته، مجازات مين؟ مجازات اللفظ الحقيقي، يعني هو مجمل بين المجازات. الحقيقة قام الدليل
على أنها غير مرادة. وحينئذ فالمراد هو المجاز، لكننا وجدنا أن هناك مجازات، أن هناك مجازات متعددة. فماذا نريد؟ ولا أرجحية لأحد أفراد المجاز على الآخر، فما المراد منها؟ هذا أو ذاك أو، فهذا أيضا من قبيل المجمل، لكنه مجمل بين أفراد مجازات متساوية بالنسبة للمعنى الحقيقي، ولا رجحان لأفراد أو لأحد أفراد المجاز على الآخر. بأن ثبت عدم إرادة الحقيقة، يعني قام الدليل على أن الحقيقة غير مرادة، واستبعدنا الحقيقة لقيام الدليل الدال على أنها غير مرادة، بقي لدينا المجاز، لكن المجاز هنا متعدد، فهذه الكلمة لها عدة مجازات، ومع تساوي هذه المجازات فما المراد منها؟ الله أعلم. يكون ذلك من قبيل المجمل الذي لم تتعين دلالته ولم تتضح. أم بواسطة الإعلال، أو إما أن يكون اللفظ مجملا ولكن بواسطة أنه معتل، واعتلاله يجعله متجها إلى معنى، واعتلاله يجعله متجه إلى معنى آخر. وضربوا لذلك مثالا بكلمة مختار مترددة بين اسم الفاعل واسم المفعول، الألف هذه منقلبة عن ياء مختار، هذه الياء قد تكون مفتوحة قد تكون مكسورة، ولا أرجحية لأحد الأمرين على الآخر. مختار إما أن تكون اسم فاعل فتكون الياء التي انقلب الألف منها مكسورة، فتقول مختير اسم فاعل، أو مختير اسم مفعول. فرأينا حينئذ أن الياء التي هي أصل للألف قد تكون مكسورة فتكون اسم فاعل، وقد تكون مفتوحة فتكون اسم مفعول. طيب، أم بواسطة التركيب، يعني الإجمال إنما جاء لا بواسطة المفردات ولكن بواسطة التركيب، تركيب الجملة. الكلمات من حيث هي واضحة مفيدة لمعانيها، لكن لما وضعنا الكلام متجاورا فكون لنا جملة، حصل الإجمال بسبب ذلك التركيب. كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو معلومة لا إشكال فيها، الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده يده معلومة
مستعملة، وعقدة النكاح كذلك مستعملة، لكن من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ من هو؟ هل هو الزوج أو الولي؟ ولذلك تردد العلماء بسبب ذلك الإجمال. فالذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي، ولذلك اختلف فيه، فحمله كل إمام من الأئمة على معنى بدليل استدل به على ذلك المعنى. ولقرينة قامت لديه، وقد حمله الشافعي على الزوج، أو يعفو الذي، يعني الزوج الذي بيده عقدة النكاح، يعني هو يريد أن يقول أن المرأة إذا تزوجها الرجل وطلقها قبل الدخول وكان قد أعطاها المهر، صار له عندها النصف، فإما أن يعفو هو عن هذا النصف فتكون العين كلها له، أو يعفو الولي عن النصف الذي للمرأة فتصير العين كلها للرجل. فمن الذي يعفو؟ الزوج عند الإمام الشافعي، والولي عند الإمام مالك. قد رجح ما قاله الشافعي بأنه مروي عن علي وابن عباس عالمي الصحابة، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، فكان ذلك يعني بمثابة الإجماع. ثم هو جار على القواعد، الإمام الشافعي بعد أن استدل واستأنس بأقوال الصحابة وقال بأن هذه الأقوال وقعت في موقع، يعني في موقع عدم المخالفة، فكانت إجماعا سكوتيا، قال أيضا إن الحمل على الزوج هو ما يوافقه القواعد الشرعية، فإنه لا يجوز له أن يعفو، لأن الولي يعني لا يجوز له أن يعفو عن مال اليتيم بوجه من الوجوه. الزوج يجوز له أن هو يعفو كما شاء وكما أراد، وأما الولي، أنت بتقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وقلت هو الولي، ولكن هل الولي يعفو مطلقا عن مال من كان وليا عليها؟ طب افرض أنها كانت يتيمة، هل يجوز للولي أن يعفو عن نصفها؟ لا. قال وحمل المحتمل على القواعد الشرعية أو لا؟ ويرجح أيضا هذا بأنه أوفق للقواعد النحوية، لأنه بيده عائدة إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الزوج. طيب، ثم قال بعد ذلك أم بواسطة مرجع الصفة، يعني قد يكون الإجمال ورد بسبب مرجع الصفة، سببه مرجع الصفة، نحو زيد طبيب ماهر. ماهر صفة لطبيب ولا صفة لزيد؟ احتمال، قيل وقيل، لو كان صفة لزيد يبقى زيد ماهر في كل شيء، لو عادت إلى طبيب هيكون زيد ماهر في الطب فقط، والمعنى يختلف على هذا. لتردد ماهر بين رجوعه،
إلى طبيب وإلى زيد، ويختلف المعنى باعتبارهما. طيب، لكن قياس ما اختاره الشافعي رجوع ماهر إلى طبيب لأنه أقرب مذكور. الشافعي قواعده بتقول إن الصفة والضمير يعود إلى أقرب مذكور، يبقى هو ماهر في الطب فقط. ويختلف المعنى باعتبارهما، بينا اختلاف المعنى. أم بواسطة تعدد مرجع الضمير، أي أن الإجمال قد يكون بسبب أن هناك ضمائر متعددة تختلف الأنظار في مرجعها. سأضرب مثالا لذلك، كخبر الصحيحين البخاري ومسلم، قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. فين الضمير؟ جداره عايدة إلى إيه؟ عايدة إلى أحدكم، يبقى إلى جدار نفسه، أو إلى الجار، يبقى جدار الجار. لا يمنع أحدكم جاره أن يضع الجار خشبة في جداره، يعني جاري إذا أراد أن يضع خشبة في جداري لا أمنعه على أحد احتمالات مرجع الضمير، أو أنه إذا أراد أن يضع خشبة في جدار نفسه لا يمنع أحد. المعنى إيه بقى على كده؟ مسألة مترددة صح؟ محتملة. قال: لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار وإلى الآخر اللي هو الأحدكم، يبقى لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، هو جدار الدار يعني، جه جاري أراد أن يضع خشبة على جداره مع علاقتي أنا، لا أمنعه أن يضع خشبة على جداره هو. هذا على معنى أنها عائدة إلى يعني الجار أو إلى الآخر اللي هو إيه؟ اللي هو الأحد. يعني أنا ممنعش جاري إذا أراد أن يضع خشبة في جداري أنا معونة له. والراجح في المذهب المنع. منع إيه؟ منع إن جاري يضع خشبة في جداري أنا اللي هو الآخر. لماذا؟ لأن الدليل على هذا، يعني كأنه يرجح عوده إلى الجار، يتصرف هو في ملكه كيفما شاء، أما أن يضع خشبة في جداري أنا فهذا مما ترفضه القواعد. ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وهكذا. فقد منع الشرع أن ينتفع أي شخص بمال الآخر إلا بإذنه، وقال يعني إلا بطيب نفس، لحديث خطبة حجة الوداع
لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس. رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه، وكل منهما منفردا في بعضه، أم بواسطة استثناء مجهول، يعني قد يحصل الإجمال بأن نستثني مجهولا من معلوم. تنبه، الإجمال يحصل بأن نستثني مجهولا من معلوم. مثال يا مولان. مثال يا سيدي. حاضر. لأن صلى على النبي، بسيطة جدا جدا، عندما أقول له علي 100 إلا بعض الدراهم، لما خرجت بعض الدراهم غير المعلومة من 100، صارت 100 معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة، لأنني أخرجت منها قدرا مجهولا، فصارت بعد إخراج القدر المجهول مجهولة. قال بواسطة استثناء مجهول، أي من معلوم. طيب نضرب مثال ونقول لكم شوية كده تعليقات كتبناها على الموضوع ده. يبقى أحلت لكم بهيمة الأنعام، الأنعام جمع نعم، اللي هي إيه بقى الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. أحلت لكم الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، لكنه قال إلا ما يتلى عليكم، يعني هذه الأشياء أحلت لكم واستثني منها أشياء ستتلى عليكم غير يعني حلال، غير حلال لكم، مع أن بهيمة الأنعام معلومة لكنه أخرج منها شيئا مجهول، فصار المعلوم بعد إخراج المجهول منه مجهولا. فبهيمة الأنعام موضوعة لجملة معلومة، إلا أنه دخلها استثناء مجهول فيكون مقتضيا لإجمال جميعه. يبقى بعد إخراج مجهول الكم من معلوم الكم يصير الكل غير معلوم. ما هو إيه بقى اللي احنا استثنيناه؟ أقول لك كل هؤلاء الطلبة سيفوزون بقدر كبير من الرنجت، إلا بعض الطلبة لن يفوز برنجت. يبقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في بعض من الطلبة لن يأخذ مالا، يبقى احتمال ده أو ده، فصار بقى الموضوع وصار من يعني أخرج من المعلوم بعد ذلك ما أقول من الذي سيحصل ومن الذي لا يحصل. قال ومثله قوله تعالى لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس، يعني أي نفس المحرمة قتلها إلا بالحق. إيش هو الحق؟ استثنينا يعني الحق إلا بالحق، استثنينا قتل النفس بالحق من مطلق قتل النفس، فصار يعني بعد ذلك الأنفس المخرج منها والباقية بعد الإخراج مجهولة. لما كان الحق مجملا صار ما نهي عنه من القتل مجملا. طب ما هو بقى الحق؟ إلا بالحق، أي حق؟ هل القصاص ولا الحرابة ولا القتل بالتعزير ولا القتل بكذا أو كذا؟ صار مجهول.
لا تقتلوا النفس، يعني لا تقتلوا أي نفس من الأنفس إلا بالحق. طب ما هو الحق؟ مجهول. استثنينا القتل بحق من مطلق القتل، فصار مطلق القتل بعد إخراج الحق المجهول منه مجهولا. فعلم أنه لا إجمال، فعلم أنه لا إجمال في آية السرقة. هو هنا هيتكلم على بعض المواطن التي اختلف العلماء في كونها مجملة، ولكن الراجح عدم إجمالها. منها آية السرقة ادعى بعضهم فيها الإجمال، والراجح أنها غير مجملة. قال فعلم، يعني مما تقدم تعريفه في حد الإجمال، وأنه ما لم تتضح دلالته، أنه لا إجمال موجود وكائن في آية السرقة. أدي أول حاجة آية السرقة اللي هي إيه؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. والقول بعدم الإجمال فيها قول أكثر العلماء. طيب، لأن اليد حقيقة إلى المنكب. لما نقول يد، انتبه بقى عشان المسألة محتاجة إلى يعني تركيز. لما نقول يد، اليد حقيقة من أطراف الأصابع إلى المنكب. قال وذلك لأن اليد حقيقة إلى المنكب، ولصحة إطلاق بعض اليد لما دونه، يعني وكذلك يجوز. خلاص، ما دي كده بقى حقيقة. طب لغاية هنا مجاز. والقطع، ما هو بيدعي ان في اجمال في اليد وفي اجمال في القطع، ولا اجمال في هذا ولا اجمال في ذاك. ليه؟ اولا لان اليد حقيقة من اطراف الاصابع الى المنكب، لكن الشرع استعملها في الكوع، ويكون ذلك على سبيل المجاز. والقطع فاقطعوا حقيقة في إبانة المفصل، أو اللي هو ده إبانته يعني نزعه، فلا إجمال في شيء منها. فإطلاقهما إلى الكوع، إطلاقها ده إطلاقهما يعني اليدين إلى الكوع مجاز. قام الدليل على إرادته، يعني استعمال اليد التي هي لغة من أطراف الأصابع إلى المنكب في يعني الكوع، هذا استعمال مجازي. كوع اللي هو ده كوع يلي الكرسوع، في أبيات يعني فيها. والقطع حقيقة في إبانة المفصل، موجودة في البجوري، هذه الأبيات هنجيبها دلوقتي ونشرحها. قال والقطع حقيقة في إبانة المفصل. طيب ما دي خلصنا منها. قام الدليل على إرادته، يعني فإطلاق اليدين إلى الكوع مجاز، قام الدليل الشرعي على إرادته في الآية، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع في السرقة لم يقطع من المنك، وإنما قطع من الكوع، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع. وخالف بعض الحنفية، كل ده في الحاشية، مهمة الحاشية دي، اكتب جنبها كده حاشية مفيدة.
كل ده هتلاقي نقله هو من الزركشي. وخالف بعض الحنفية فقالوا الإجمال في موطنين في اليد والقاطع. طب ليه يا جماعة؟ قالوا والله لأن اليد تطلق على ما بين أطراف الأصابع إلى المنك، وتطلق أيضا على ما بين أطراف الأصابع إلى الكوع، فالآية مترددة بين هذين. والقطع يطلق على الفصل ويطلق على الشق. قالوا لا، نحن لا نسلم ما تقول بأن اليد موضوعة في الحقيقة لهذين الأمرين، بل اليد موضوعة لما بين أطراف الأصابع إلى المنكب، والقطع موضوع للفصل. واستعماله فيما استعمال ذلك فيما عدا هذا مجاز. قال وعلى ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرفق. قال ده اليد بقى عندي له ثلاث استعمالات في اللغة، اليد إلى الكوع، إلى المرفق، إلى المنكبين، فتكون مشتركة، مشتركة بين هذه الثلاث معاني. ويبقى ده من قبيل الإجمال بين حقائق متعددة، نوعه كده، وهو من المجمل. طيب يا سيدي، وأيضا القطع يطلق على الإبانة وعلى الفاصل، فيكون مشتركا بين حقيقتين. وأجيب عن قول الحنفية بأن المسألة لغوية. قالوا طب بس تعالى، بس نريد أن نتناقش مناقشة علمية، المسألة إيه، شرعية ولا لغوية؟ مسألة لغوية، استعمالات لغوية يعني. واللغة على ما تدعي لم تضع اليد لهذه الثلاثة، إنما وضعت اليد لما بين أطراف الأصابع إلى المنكب، فتطلق اليد حقيقة على هذا، وتطلق على ما عدا ذلك مجاز. واليد حقيقة إلى المنكب، والقطع حقيقة في الإبانة وهو ظاهر فيها. جميل. إبانة معناها يا مولانا، إبانة أطح وجعل، يعني أطح فصلها، فصلها خالص، واخد بالك، فصلها، يعني اليد اتشالت كده والإيد راحت كده. ويطلق على الشق، قطعة صغننة كده بدون فصل، مع وجود الإيه، مع وجود المفصل كما هو. فهمت كده؟ ولا في آية حرمت عليكم أمهاتكم، اقرأ تحت، مهم قوي، حواشي كويسة. قال أنا ناقل الكلام، فين بقى هنا الحرمت عليكم أمهاتكم؟ التحريم ده تكليف، والتكليف ده لا يتعلق إلا بفعل. ورأينا هنا التكليف وهو التحريم لم يتعلق بالفعل، وإنما تعلق بالذات. أمهاتكم دي فعل ولا ذات؟ أمك دي ذات، جوهر. فلما يأتي الدليل ويقول حرمت عليكم أمهاتكم، تعلق التحريم والتكليف بالذات لا بالفعل مستحيل. ولذلك صاحب جامع الجوامع يقول ولا تكليف إلا بفعل، يعني لا حرمة تتوجه إلا إلى الفعل، ولا ندب إلا إلى الفعل، ولا إباحة إلا إلى الفعل، ولا كراهة إلا إلى الفعل، ولا تحريم إلا إلى الفعل، ولا خلاف أولى إلا إلى الفعل. أما إذا رأينا حكما شرعيا
يتوجه إلى ذات فاعلم أنه لم يتوجه إلى الذات، وإنما هناك مضاف محذوف هو الذي توجه إليه ذلك التكليف. فالتحريم لم يتوجه إلى الذات لأنها غير مقدورة. هتحرمها إزاي؟ أنا هحرم والدتي إزاي؟ اللي أقدر عليه إن أنا أحرم الفعل الممكن ليا. إيه هو الفعل؟ اللي هو النكاح أو الاستمتاع أو كذا كذا إلى آخره. ووجه من قال بالإجمال، لكن من قال بعدم الإجمال ذهب إلى إيه؟ قال خلي بالك إن العرف هو اللي يحتم الفعل الذي لم يظهر في الآية. حرمت عليكم أمهاتكم، لما يسمعها الناس ويسمعها من نزل عليهم القرآن على ما يحملونها وأي شيء يفهمونه، هيفهمون إن هو الاستمتاع. حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبالله إلى آخره. حرم إيه؟ قال الاستمتاع. أي نوع من أنواع استمتاع الرجل بالمرأة إذا توجه إلى الأم محرم. حرمت عليكم أمهاتكم يعني الاستمتاع بأمهاتكم. الذي حتم هذا هو العرف، عرف الاستعمال. إذا قيل لك حرمت عليك هذه المرأة معناها إيه؟ حرم عليك الاستمتاع بها، يعني لا تقبلها لا تلمسها إلى آخره. فصار عرف الاستعمال هو الذي يتبادر إلى الذهن، وما تبادر إلى الذهن رفع الإجمال وزال الإشكال. ولذلك قال حرمت عليكم أمهاتكم. طيب قال ووجه من قال بالإجمال أن العين اللي هي ذات الأم لا توصف بالتحليل والتحريم، لأن التحليل والتحريم إنما يتعلقان بالأفعال البشرية التكليفية التي يستطاع أن يمتثلها المكلف. وأن الذي يوصف بها أفعالنا وهي غير مذكورة فافتقرت إلى بيان ما يحرم من الأفعال وما لا يحرم. التاني بقى اللي قال إنها مجملة، قال لا ده أنا عندي عدة احتمالات، قد يكون النكاح، قد يكون الاستمتاع، قد يكون كذا، قد يكون كذا. فإذا تردد بين محتملات متعددة يكون مجملة. قلنا له لا قف عندك، أهل العرف إنما يفهمون منها الاستمتاع، ومن نزل عليهم القرآن لما سمعوا هذه الآية فهموا أن المراد منها الاستمتاع، ولذلك لم يسألوا عن بيان. والأصح أنها ليست مجملة، لأن المعقولة التصرف فيعم جميع أنواع التصرفات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أي فيما وقع التحريم فيه على الأعيان. ومذهب جمهور الأصوليين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والمعتزلة نفي الإجمال عن الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان. يعني كل لفظ علق التحريم فيه على العين لا إجمال فيه، لأنه ينصرف إلى ما هو الشائع في عرف استعماله. عندما يقول حرمت عليكم الميتة، الميتة ذات، والتحريم تكليف، ولا تكليف يتعلق إلا بفعل، التكليف لا يتعلق بالذوات، يبقى ما المراد من حرمت عليكم الميتة؟ أكلوها. وكذلك حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى آخر ما سلف ذكره. يلا.
وذهب إلى القول بالإجمال أبو عبد الله البصري وأصحاب أبي هاشم من المعتزلة والقاضي أبو يعلى. أبو يعلى. القاضي أبو يعلى وأبو الفرج المقدسي من الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية. واشتهر في أكثر كتب الأصول أنه مذهب أبي الحسن الكرخي، حكاه عنه أبو الحسين البصري وابن الهمام وابن عبد الشكور والآبدي وابن الساعاتي وغيرهم. وأورد الساعاتي من حجته أنه لا بد من إضمار فعل للمتعلق الحكم لاستحالة الظاهر. الظاهر اللي هو إيه؟ إن التحريم متعلق بالذات، هو الذات أنا ليا قدرة عليها حتى أحرمها وحتى أمنعها، لا قدرة لي على الذات. طيب، وما وجب للضرورة يقدر بقدرها. طيب، على كل حال فهمنا هذا، خش على اللي بعده. قال: ولا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يعني ولا إجمالا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، لأنها واضحة، واضحة أن المراد أن الإنسان عند الشافعي يمسح ببعض الرأس. هنا في حاشية مهمة، بعضهم ذهب إلى أن امسحوا برؤوسكم مجمل. ليه؟ قالوا لأنه متردد بين مسح البعض ومسح الكل. ومسح الشارع للناصية مبين للمراد من قوله امسحوا برؤوسكم. طب بيقول تحت هنا: وذلك لأن الباء للإلساق ومع الظهور لا إجمال. ده الباء للإلساق ديت عند من قال بعدم التبعيض زي الإمام مالك، أما الإمام الشافعي بيقول لا، ده الباء دي للتبعيض. وامسحوا ببعض رؤوسكم، كل ما يصدق عليه أنه بعض مسح يجزئ فيه الوضوء. الحنفية قالوا لا، هو مجمل لتردده بين مسح كل الرأس وبين مسح بعض الرأس. والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا للقدر الذي يمسح، حيث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بناصيته، وقالوا إن كان مقدار الناصية ربع الرأس، ونحن لا نسلم ذلك، فكان الربع واجبا. والقائلون بعدم الإجمال فريقان: فريق الشافعية قالوا بعض، وفريق المالكية قالوا الكل. طيب يلا اللي بعده. ولا في قوله، يعني ولا إجمال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح، يا ترى النفي موجه إلى الكمال ولا إلى الصحة ولا إلى الوجود؟ هو الأصل أن يوجه النفي للوجود. لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح موجود، لكن نفي الوجود لا يمكن لأننا وجدنا الأنكحة حاصلة بغير ولي بالإجابة والقبول والشهود، فينبغي حينئذ أن نتوجه إلى معنى آخر غير الحقيقة. وقد تعارض عندنا مجازان: إما نفي الصحة وإما نفي الكمال. ده اللي بيقول إن هي مجملة بيقول كده، أما الشافعي بيقول لا، هي مش مجملة، ده المراد نفي الصحة
لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الوجود الذي هو الأصل، وكلما كنا إلى الحقيقة أقرب كان ذلك أولى. طيب كلام جميل ما حاسبش عليه. وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني فقال لا يصح النكاح بدون ولي مع وجوده، فلا بد من تقدير شيء. طب ما اللي أنا قلته ده، يلا يبقى الحديث مش إيه، مش مجمل، لأن الحديث محمول على نفي الصحة، لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الوجود. لأن عندما يقول لك لا نكاح، الأصل في النفي أن يتوجه إلى الوجود، تعذر الحمل على الوجود، نحمله على ما قارب الوجود وهو الصح. أبو حنيفة قال لك لا، أنا هحمله على الكمال، لا نكاح كامل إلا بولي. يا سلام، إيه ده؟ ما بيلعبوش. أمال مين اللي بيلعب؟ اللي بيصفهم بأنهم ما بيلعبوا، اللي بيصفهم بعدم الأكاديمية والدقة والفهم. المتسرعون في الأرض. وحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ. يا مولانا نفكر كده، الخطأ وقع ازاي يترفع والواقع لا يرتفع؟ خطأ وقع وحصل في الكون، هل يمكن أن يرفع من الكون وأن يزال؟ الواقع لا يرتفع. ينفع نمسح الماضي؟ نمسحش الماضي. طب يبقى استحالة الحمل على الظاهر والحقيقة. نذهب إلى شيء آخر نحمل الكلام عليه، يتردد الكلام بين رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إثم الخطأ ولا تبعيات الخطأ؟ متردد بينهما. إثم الخطأ يعني العقوبة، تبعيات الخطأ يعني الضمان. متردد بين هذا وذاك، وما تردد بين أمرين ولم يترجح أحدهما يكون مجملا. هذا وجهة نظر من قال بأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان من قبيل المجمل، لكن ذهب أئمتنا الشافعية رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أنه لا إجمال في الحديث، لأن الحديث محمول على نفي الإثم، رفع عن أمتي إثم النسيان وإثم الخطأ، وأما الضمان فهو ثابت بالإجماع. طيب يا سلام، كل اللي أنا قلته هو هو، مع إني ما حضرتش. يلا خشوا على بعدين، كتاب في الدماغ. وأيضا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، نفس المعنى، لا صلاة، مع أننا وجدنا تكبيرة الإحرام وقد دخل في الصلاة، فالصلاة موجودة. ويستحيل الحمل على نفي الوجود، لأن الوجود موجود، ده موجود حسا، الصلاة حسا موجودة. لا صلاة، إذا استحال الحمل على الوجود نحمله على أمر آخر. من قال بالإجمال قال إما أن يحمل على الصحة وإما أن يحمل على الكمال، وهو متردد بينهما بلا مرجح، فكان مجملا. وأما السادة الشافعية فقالوا إن الحمل على نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة، اللي هي الحقيقة اللي هي الوجود،
ولذلك السادة الشافعية قالوا لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. أبو حنيفة قال لا صلاة كاملة. إن له يا مولانا نفي الكمال، ده الشارع جاء لبيان الشرعيات، جاء لبيان الشرعيات، ونفي الصحة أقرب إلى نفي الوجود من نفي الكمال. لأن الصحة معناها إيه؟ معناها أنه إذا نفى الصحة نفى ما يترتب عليه يعني الحال، أنه إذا لم يأتي بالفاتحة فصلاته غير صحيح، ولا يترتب عليها الثواب، ولا ترفع ما في الذمة، بخلاف الكمال لا صلاة كاملة تبقى صحيحة لكن ثوابها ناقص. أيهما أقرب إلى نفي الوجود؟ نفي الصحة، لأن نفي الصحة معناها إن صلاتك غير معتبرة شرعا، غير صحيح، باطلة. وأما نفي الكمال يا مولانا الإمام أبو حنيفة فهو يبقي الصلاة بحاله، ولم نستفد من النفي شيئا. ده كلام يعني علماءنا بصورة موجزة. لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. لا أحل المسجد. طب فين هنا يا أخوانا الإجمال؟ بيقول لك لا أحل، ده حل أهو يعني حلال، يعني حكم شرعي. المسجد، والمسجد ده يا أولاد ذات مكان، والحكم لا يتعلق بالمكان. لا أحل دخول المسجد يا أولاد، أو المرور بالمسجد، أو الجلوس في المسجد، أو المكوث في المسجد. هي ده اللي احنا عايزين نقوله. اللي قال بالإجمال قال إنها مترددة بين محامل متعددة، ومن قال به أنها غير مجملة قال لا ده محمولة على ما يفهمه العرف، دخول المسجد والمكوث في المسجد وكل ذلك ممنوع. ومن قال بأن هذه ليست من قبيل المجملات قال بأن دلالتها واضحة ولا إجمال فيها البتة، قال لاتضاح دلالة الكل، وخالف قوم في ذلك. في كل ذلك يعني في كل ما مضى ذهب بعض العلماء إلى أنه من قبيل المجمل لأنه لم تتضح دلالته، ومنعنا هذا وقلنا له لا نسلم أن الدلالة غير واضحة، بل الدلالة واضحة ولا مشكلة في هذا.